بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، انطلق الجميع هناك من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس هناك في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس في هذه الانطلاقات الجميلة. أذهب هناك إلى مشعل عبد الله بن حميد أو عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي، النقل على المركز الثاني ممتاز علي بن مطر محمد المحيان الاجتبي، وفي ثالث المراكز أشوف مكرم سهيل بن مبارك من ثاني برقات الاجتبي، وفي المركز الثالث سياف حمد بن علي بن حسين النعيمي، وفي المركز أو بن حسين النعيمي، فينما اللي في المركز الخامس مرفوق هلال بن عمير بن مران المنصوري، وفي المركز السادس هناك أيضا الرمادي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، وفي المركز السابع أيضا كفو حميد بن خويت مبخيت العامري، وفي المركز التاسع ثامن المراكز مستمعينا الأعزاء هناك الراوي عبد الله بن سعيد شايع الطنيجي، وفي المركز التاسع هناك صايب حمدان بن حمد بن الضعي بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر والأخير هناك الصداوي أحمد بن عبد الله شطيط الوهيبي. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا، ما شاء الله للمراكز ذعناها عليكم كاملة، والكمال لله سبحانه وتعالى. عودة من جديد إلى المركز الأول. هناك مستمعين الأعزاء عودة إلى المركز الأول، ممتاز ممتاز ممتاز. تهانينا والناموس بقول لجمال بن راشد بالشاوي الأغفلي على فوز مطفوق بالمركز الأول. شكرا. هناك اللجنة التي أقرت وأعلنت أن مطفوق صاحب المركز الأول. 6 دقائق 5 ثواني في الشوط من قبل هذا الشوط. تهانينا جمال بن راشد بالشاوي وللبسة هناك ميدان دائما في هذه الانطلاقات. عودة من جديد عودة إلى ممتاز. يلا يا أبو عبد الله بالمركز الأول علي بن مطر محمد محيان الاجتبي، وفي المركز الثاني هناك مكرم سهيل بن مبارك من ثاني برقات الاجتبي، وفي المركز الثالث مرفوق هلال بن عمير بن مران المنصوري، وفي المركز الرابع أيضا اللي في المركز الرابع هناك سياف حمد بن علي بن حسين النعيمي، وفي المركز الخامس أيضا شعار الرزي عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي متابع منطلق دائما هناك مع مشعل. هكذا مستمعينا الأعزاء الخمس المراكز ذعناها عليكم بالتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات. يلا يا ممتاز، أهالي الذيد أهالي تل الزعفرانة هناك مطالبينك بهذا الناموس. حيها السير ما شاء الله تبارك الرحمن في هذا الموقع الجميل. ممتاز ممتاز ممتاز، وانت ممتاز ومالكك ممتاز ومضمرك ممتاز ايضا. نتمنى التوفيق. المركز الثاني هناك مكرم في ثاني مراكز سهيل بن مبارك والثاني بن رقاد. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مرفوق الهلال بن عمير بن مران المنصوري، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع سياف وحمد بن علي بن حسين النعيمي، وفي المركز الخامس وصلنا الى الرمادي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. وصلكم بن خويتم ايضا حاضر مع كفو حمد بن خويتم بن بخيت العامري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع اشوف هناك الصداوي واحمد بن عبد الله مشطيط الوهيبي. ها هي النتيجة، ها هو العنوان هنا لهذه الانطلاقات الممتعة. عودة إلى ممتاز إلى المركز الأول يا أبو عبد الله. خلك مركز مع ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز اللي قدمه ممتاز. غير مكرم هناك سهيل بن مبارك من ثاني بالرقاد أيضا غير، ولكن المزروعي
المزروعي اهالي سويحان ايضا حاضرين ما شاء الله تبارك الرحمن مع الرمادي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي ما شاء الله في كل عام ما شاء الله يعطينا جديده المزروعي في كل عام ما شاء الله سواء في هذا الميدان ولا غيره يعطينا جديده ما شاء الله الرمادي الى سويحان الى سويحان المكان الجميل المكان التراثي ما شاء الله اللحظات الاخيره مكرم هناك لسهيل بن مبارك الثاني بالرقاد حمد بن خويت بخيت العامر يشوف بن الواصل في هذه اللحظات السداوي احمد بن عبد الله مشطيط الوهيبي الوهيبي ولكن شوف رقم 14 هناك مدلل للدوده بن سالمين بن كردوز العامري في النداء الاول اول نداء لبن كردوز اول نداء لكردوز من الدوده بن سالمين بن كردوز ولكن المزروعي لسويحان تانينا محمد بن خلفان بن راشد المزروعي المركز الثاني للدوده بن سالمين بن كردوس العامري المركز الثالث شعار سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد المركز الرابع هناك شعار علي بن مطر محمد بن حيان الاشتبي وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس احمد بن عبد الله شطيط الوهيبي ياهي معركه ياهي معركة شنوها أهل سويحان سلامي عليك المزروعي سلام على هذا الأداء الجميل هذا الأداء المميز ما شاء الله مع الرمادي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي 6 دقائق 9 ثواني 93 جزء من الثانية تهانينا والناموس إلى أهل سويحان كافة على هذا الفوز الجميل.